ريتك خرابة يا سجن الدام، ريتك خرابة يا طير غرابة، ينعك عبابك يا طير غرابة. الأفعال أو الإجرام اللي كان يمارس السجان ضد المناطق التناسلية أو الحيز الخاص بجسد الأسير هي استكمال الإبادة اللي بالخارج، هي بهدف الإيذاء، بهدف العقم. ما بدهم هذا الأسير يروح صيغ، خصوصا بهذا الحيز. وكانوا يستهدفوه كثير بالتفتيش، لما يكون في تفتيش يتركزوا على المنطقة التناسلية، بالضرب يركزوا على المنطقة التناسلية، حتى لما يتنقلون كلوكي من قسم لقسم يركزوا بالضرب أو بالسحب على المنطقة التناسلية. هذا الفعل المشين الغير آدمي الغير الإنساني اللي ما تتصوره العقل البشرية، هو بالفعل ما بعد 7 أكتوبر مورس على الأسرى. 7 أكتوبر كثير هو وجهة، يعني غير وجهة التاريخ وانقلبت الأمور يعني 360 درجة. طبعا في خلال هذا اليوم قبل سنة كنت أنا بالسجن، كان إلى 14 شهر، وقضيت ما بعد هذا اليوم 10 شهور في السجون. طلعت قبل شهرين تاريخ 6/8. في خلال 10 شهور أيضا سجنت بإخلاص في تاريخ 12/12 بعد الصفقة الأولى ب 12 يوم، بتاريخ 12/12، وروحت بتاريخ برضو 8/8 بعد بيومين. يكون الأحلام الكبيرة اللي كنا نسعى لها ما قبل 7 أكتوبر أصبحت تقصقص، لأن بدك أنت في خلال هاي الحرب أو ما المستمرة، طبعا حرب والإبادة المستمرة، وتحديدا أنه لساتنا على أبواب حرب جديدة. 7 أكتوبر، من 7 أكتوبر 2023 إلى 2024 هو اليوم، هو بعتبرها أصعب سنة مرت علي في تاريخ حياتي. هاي السنة اللي خلتني أعايش تجارب كبرتني كثير، لربما هاي السنة هي أكثر سنة، أقل سنة ضحكت فيها بحياتي أو ابتسمت، أقل سنة كلنا كان عندنا فيها أمل. كل يوم منشوف مشاهد الموت في غزة، كل يوم توصلنا أخبار الأسرى والأسيرات، كديش هالكدي بتعرضوا لعنف، لامتهان لكرامتهم الإنسانية لأدميتهم. فالإشي غصب عنك لما بدك تيجي وتنام، مستحيل ما يمرق على راسك كل هاي الأشياء. ريتك خرابة يا سجن الدم، ريتك خرابة يا طير غرابة، ينعك عبابك يا طير غرابة. ما بعد مشواره يا سجن عفر، ما بعد مشواره ويخرب داره مدير السجن، ويخرب داره. ريتك مهدومة يا سجن الدام، ريتك مهدومة.